في ذهول من الحضور ووسط مشهد لا يتكرر كثيراً خلال حضور العاهل الأردني الملكي عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي عهد الأردن الأمير الحسين، فإذا بالملك عبد الله يفاجئ نجله الحسين بفعل لم يتوقعه الحاضرون أمام عدسات الكاميرات، لكن نظرات الملكة رانيا لولي العهد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرد على ما فعله الملك برد غير متوقع حول غضب إلى ابتسامة عريضة من الثلاثي والحاضرين. فما القصة؟ لم يتوقع أحد أن يفعل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هذا الأمر مع نجله وولي عهده الأمير الحسين، ففجأة ومن دون سابق إنذار سكب الملك عبد الله كوباً من الماء على الأمير الحسين، فرغم ابتسامته المعهودة التي لا تفارق وجهه نظر الجميع إلى وجه ولي العهد الأردني الذي كان يجلس بجانب والده، فإذا به ينظر إلى والده بنظرات على ما يبدو فيها بعض الغضب من هذا الفعل، فما هي إلا ثوان معدودة وبدأت الابتسامة تكسو وجه الأمير الحسين الذي على ما يبدو أنه وجه كلمات رقيقة إلى والده وكأن لسان حاله يقول: لا عليك جلالة الملك. لكن المفاجأة كانت تكمن في النظرة الساحرة التي وجهتها الملكة رانيا العبد الله إلى ابنها وولي العهد قبل أن ينطق بكلمات يحسم بها الموقف مع العاهل الأردني. ولي العهد انصاع على الفور لنظرة الملكة رانيا بأن والده لا يقصد أن يفعل هذا الأمر، خصوصاً بعدما طالت المياه المسكوبة أحد المسؤولين الذين يجلسون خلف الملك. فتبادل الأمير الحسين والعاهل الأردني الكلمات الرقراقة التي على ما يبدو أنها كانت يطيب بها الملك خاطر نجله أمام عدسات الكاميرات والحاضرين، فرغم أن نظرات الحاضرين لهذا الحدث المهيب والذين كانوا يجلسون خلف وحول الملك عبد الله وولي العهد والملكة رانيا كانت في بداية الأمر تنتظر ردة فعل الأمير الحسين، إلا أن الابتسامة عمت وجوههم جميعاً بعدما ربط الملك على كتف نجله. رغم أن الموقف المتداول لم يأخذ أكثر من عدة ثوان بين الثلاثي العائلي، إلا أنه يحمل في طياته الكثير من المعاني التي تخرج أمام عدسات الكاميرات خصيصاً في المقابلات الرسمية. فالملكة رانيا العبد الله كانت قد قالت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن ولي العهد الأمير الحسين بأنه منضبط ويستطيع أن يقرأ الكلمات التي ربما لا أنطق بها في كثير من الأحيان، فضلاً عن أنه يفعل كل الأشياء الخاصة به بنفسه، لكنه يعتبر الملك عبد الله الثاني قدوته في الحياة، فيستشف من الدروس التي يعلمها له كل المعاني الملكية لضبط النفس في أي أمر يحدث. تعليقات انهالت على هذا المقطع المصور الذي ربما لم يتجاوز وقته عدة ثوان، فعبر فيها المتابعون للعائلة الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى رقي هذه العائلة في التعامل مع بعضها البعض سواء في القصر الملكي أو أمام الكاميرات، أمر بات يريد الكثيرون من أبناء المملكة الأردنية أن يطبقوه بين أفراد أسرهم وعائلاتهم بمختلف المواقف، فقال بعضهم: أحب هذه العائلة ورقيها في التعامل، وأنتم أخبرونا ما الذي قرأتموه من ذلك المشهد النادر حدوثه في بعض البلدان العربية بين أسرها الحاكمة؟